شبكة دولية لسرقة السيارات يتزعمها أجانب تسقط في شباك السلطات المغربية. إليكم التفاصيل. مواطنون أجانب يحملون الجنسيات الفرنسية والإسبانية والسنغالية تورطوا في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للسيارات المحصلة من عمليات السرقة، يسقطون في شباك عناصر الدرك بالعيون جنوب المغرب بعد أن نصبت لهم كمينا محكما. بالمدخل الشمالي لمدينة العيون جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة الذين كانوا على متن سيارتين مرقمتين بفرنسا. تبين من خلال إخضاعهما لخبرة تقنية أنهما مزيفتان وتشكلان موضوع تسريح بالسرقة في أوروبا. الأبحاث والتحريات المنجزة كشفت ارتباط المشتبه فيهم بشبكة للتهريب الدولي للسيارات المسروقة، تعمل في سرقة سيارات من دول أوروبية مختلفة قبل تزويدها بلوحات ترقيم فرنسية مؤقتة، ثم العمل على تهريبها وتسويقها في دول أجنبية خاصة الدول الأفريقية. ثم إخضاع والمشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذه الشبكة. شاركنا رأيك.